الأرض ويعطي القوة لملوكنا ويرفع قرن المسيح والصبح لله دائما وأبدا آمين. الله اللي في دي كل شيء. صلاة حبقوق النبي مصحاح الثالث من عدد 2 لعدد 19. يا رب سمعت صوتك فخفت، تأملت أعمالك فبهت، يعرفونك في وسط الحيوانين، عندما تدخل السنين يعرفونك، عندما يأتي الزمان تظهره، وعندما تضطرب نفسي برجل تتذكر الرحمة. يأتي الله من التيمن القدوس من جبل فران، مظلل أكثر من الشجر، غطت السماء فضلته، وامتلأت الأرض من تسبيحته، وضوء يكون كالنور، ويكون في يديه، وجعل محبة قوته ثابتة تمشي قدام كلمته. وتخرج رجلاء للسهول في قمة زلزالة الأرض، نظرة فذابت الأمم وانسحقت الجبال، وذابت الأكام الدهرية، عوض التعب نظره، سبلك الدهرية تخاف مساكن الحبشة. ومزار الأرض مديان، أتغضب يا رب على النهار أو يكون رجزك في الأنهار أو نهضتك تكون في البحر، لأنك ترتكب على خيلك فتكون فروسيتك خلاصا. وتوتر قوسك تؤثر على السحب توترا على السحب، قال الرب لتتشق الأرض بالأنهار تراق الأمم فتتمخض وجعا ويشدد مياه مسالكه، أعطت اللجة صوتها عند ارتفاع خياله، ارتفعت الشمس والقمر وقف في ترتيبه للنور، تسير أيامك في ضوء بروق سلاحك، بغضبك تصغر الأرض وبرجزك تذوب أمم، خرجت لخلاصك خلاص شعبك، لتخلص الذين مسحتهم تخلص الذين مسحتهم، ألقيت موتا على رأس مخاليف الناموس وجعلت أساساتهم باطلة، وأقمت رباطاتك حتى العناق، قطعت رؤوس مخاليف الناموس من الأقوياء بدهشة يتزلزلون في نفوسهم ويفتحون الأحمام كما يكون مسكين سرا، أطلعت خيلك على البحر فتعكر المياه الكثيرة، تحفظت واضطرب بطني من صوت صلاة شفتي، ودخل الرعب عظامي واضطرب مزاجتي تحتي، لأني سأستريح في يوم شدتي، لا أصعد إلى شعب غربتي، لأن شجرة التين لا تثمر بعد ولا ثمرة تكون في القلم، ويكذب عمل الزيتون والحقول لا تطعم، فنات الأغنام إذ ليس لهم طعام، والبقر لا يوجد على المزن بحريته، أما أنا فتهلل بالرب وأفرح بالله مخلصي، الرب الله هو قوتي وأثبت رجلي إلى النهاية، أرفعني على العالي لأغرب تسبيحته والصبح لله دائما أبدا آمين. بعد كده صلاة يونان النبي صحيح 2 من عدد 2 لعدد 10. وصلى يونان للرب إله في بطن الحوت وقال صرخت إلى الله إلى الرب إلهي في دقة سمعني من بطن الجحيم، وسمع صوت طرحتني إلى أعماق البحر، وحاطت بها الأنهار جميع أحوالك وأمواجك جاءت علي، أنا قلت إني طرحت عني عينيك، فهل أعود أنظر هيكل قدسك؟ أن صبت علي المياه حتى نفسي وغطاني العمق الأقصى، أطست رأسي شقوق الجبال، ونزلت في أرض التي متاريسها مثبتة للأبد، فلتصعد من الفساد حياتي أيها الرب إلهي عند فناء نفسي، متى ذكرت رحمة الرب؟ فلتأتي صلاتي إليك إلى هيكلك المقدس، حافظ الباطل والكذب تركوا رحمتهم، وأنا بصوت تضرع وأطراف أذبح لك كل ما نظرت وأعطيه لك يا إله خلاصي والصبح لله دائما أبدا آمين. من الواضح كده شايفين مدى ترتيب الصلوات ان هي بتصب مصلحة فكرة النصرة على الشيطان وعلى الخطية وعلى الموت وعلى كل ده، وده فعلا اللي المسيح عمله. عشان كده يقول المسيح قام مسيح قام، سواء دلوقتي هو مقصود بيها الحد، هو كده كده فعليا قام، احنا التذكار بنعمله على الحد، بس فعليا فعالية القيامة موجودة معانا في الانتصارات. صلاة حسكية ملك يهوذا حين مرضى وقام من مرضه، أنا قلت في ارتفاع أيامي أني أمضي في أبواب الجحيم وأترك السنين الباقية، قلت لست أنظر بعد خلاص الله على الأرض، ولست أنظر أيضا إنسانا من جنسي، تركت عني بقية حياتي فخرج ومضى مني مثل خيمة وقد حلها، روحي في صارت مثل منسك قد قرب وقطعه، في ذلك اليوم أسلمت للغزاء، لأني لأسد هكذا سحق عظامي. من النهار إلى الليل أسلمت مثل سنو هكذا أصوت، ومثل حمامة هكذا أهدر، عيني فنتي من أن أنظر إلى علو السماء نحو الرب الذي خلصني ونزع وجع نفسي، يا رب من أجلها عبرت وأقيست نسمتي، عزيتني فعشت لأنك خلصت نفسي لكي لا تهلك، وطرحت ورائي في كل خطاياي، لأن ليس الذين في الجحيم يسبحونك ولا الأموات يباركونك ولا الذين في الجحيم يترجون رحمتك، لكن الأحياء تباركك مثلي أنا، لأني منذ اليوم أصنع صبيانا هؤلاء يخبرون بعدلك يا رب خلاص وأستكف مباركا لك بمزمار جميع أيام حياتي أمام بيت إلهي وصبح الله دائما بدين أمين.